حياكم الله معانا بليالي الكويت، وراح تكون معانا ليالي العازمي من ليالي لاين. مساك الله بالخير ليالي. الليله مليئه الله. بالليالي يمكن لاحظت. يعطيك العافيه ومنورتنا وسعداء بوجودك ويانا. شكرا على الاستضافه، سعيده بوجودكم ووايد سعيده يعني ان اشوف سيدات كويتيات جميلات، والنجاح ما شاء الله البرنامج مسمع الدنيا كلها. فيعطيكم الف عافيه. وانتي زميله عزيزه، بس يعني زعلانين عليك، وقفتي صار لك فتره. ليش؟ واحنا الفتيات الكويتيات يعني نتمنى على طول موجودين على الشاشه، ليش وقفتي ليالي؟ بالنسبه ان وقفت عن الاعلام، يمكن في البدايه بداياتي كانت انا اساسا في التصميم، ومن كثر ما سويت مقابلات بالتصميم، حتى كان بداياتي مع تلفزيون الكويت بيت الكل، طبعا برنامج بيتك كان عندي فقره ثابته فيه. حلو. ثم انتقلت لتلفزيون الوطن صباح الوطن. حلو. بعدين انتقلت حق الراي برنامج مسائي، وتوقفت فتره لان لقيت نفسي ابتعدت جدا عن الشغف الاول اللي انا احبه اللي هو التصميم. هو يعني تجربه الاعلام طبعا اكيد الكاميرا لها يعني بهج، يعني مثل ما يقولون الوهج مال الكاميرا ياخذ الناس، ويعني والشهره حلوه، بس انه يمكن انا لقيت نفسي اكثر بعلاقتي مع الاقمشه والالوان والتصميم اكثر من الكاميرا. يمكن ليه؟ كانت اضافه خجوله بعد من التصميم. ليالي يمكن وجودك معانا اليوم ما اشتقتي حق الكاميرا؟ لا انا أجواء الاستديو. اي والله اكيد طبعا، اكيد الكاميرا لها يعني مثل ما قلت لك لها حضورها، لها رهبتها، ولها جاذبيه. لها جاذبيه طبعا. اي بس انه التصميم هم لما تحسين انه يمكن لولو تفهمني بهالنقطه، كونها تماما مصممه. اي لما تسوين مثلا تنفذين تصميم يكون غادلك مثل البيبي، تشوفينه عرفتي من اول ما تاخذينه هو يكون بيور خام، لغايه انت ما تصنعينه يكون يعني ممكن يسبب سعاده لانسانه راح تلبسها بسهره او تلبسها في مناسبه. فالتصميم مرتبط في السعاده، والكاميرا ايضا وجودكم يسعد الكل ايضا. والله انا سعادتي كلها بالكاميرا. وبس سعادتي اكثر لما اشوف التصميم الجميل الراقي طبعاً. اللي يكون بتوقيع كويتي سواء فتاه او شاب. الحمد لله. فنبي نتكلم عن التصاميم، خصوصا وجود عدد كبير من مصممين الازياء الكويتيين اللي قدروا انهم يحطون فعلا بصمه في عالم الازياء. طبعا صحيح، وفي اسماء كبيره وصلوا للعالميه، واحنا هني نشد عليهم ونشجعهم طبعا، واكيد التشجيع يعني من تلفزيون الكويت ما شاء الله يشجعون ما شاء الله كل المشاريع، يعني سواء المصممين او المشاريع الصغيره، يعني هذا لا شك فيه. بس التصميم اللي انا قاعده اسويه يختلف عن تصاميم الازياء او الهوت كوتور او حتى الكاجوال. خلنا انا اصمم عليك. مناسبات اخرى. حلو. يعني الكاميرا احنا الحين معانا على الهواء من الافتتاح، نبارك لك طبعا افتتاح ليالي لاين الاسبوع اللي طاف. اختصر مشروعك على استقبالات الولاده بطريقه الفي اي بي. يمكن اللي قاعد نشوفها مع المشاهدين الحين على الهواء، حرصتي في تصميم الاتيليه على الستايل الفيكتوري. صحيح. يعني اللي دش عندك كنا انتقل لزمن اخر. ليش بالذات اخترتي هالازياء؟ يعني انت صاحبه ذوق انيق ومبين عليك من زمان، لكن ليش اخترتي هالشيء؟ يعني صاحبه الاستقبال يعني مثل قاعد نشوفها تحس انها ملكه. صح، احنا اول شيء لما نقول كلمه فيكتوري نتذكر الملكه فيكتوريا، وتشز الحقبه تسمت على اسمها. فلما نقول ملكه انها حلو الوحده باستقبالها، اول كلمه لما الناس يطلعون يقولون ما شاء الله ملكي. يعني كانت فعلا الزبونه او مثلا كانت فعلا صاحبه الاستقبال ملكه، وهذا اللي انا ابي اوصله من خلال تصاميمي حق زبايني، ان احب ان زبونتي تتوج ملكه في هاليوم. في هاليوم يوم ولادتها. نعم. عشان كذي اقتصر على استقبالات الولاده من اي تو زد. صح، والعروس ايضا. احنا يمكن من كثر ما نقول استقبالات الولاده هضمنا حق العروس، اهم ان انا اجهز العروس واجهزها بطريقه مختلفه. انا امسك مثلا حتى انا اساسا اسوي تصميم الديكور الداخلي، وحتى المحل انا مصممته كله، كان تصميمي وتنفيذي الاتيليه كله انا كنت مصممته. يعني من تصميم الديكور ما يختلف عن تصميم الازياء، هو كله فن. لاحظت يمكن انا شوفي صممت اللوجو
واللوجو سويت ان الام والطفل، يا ريت لو عندنا صوره حق اللوجو، الام والطفل، الام حاضنه الطفل بسعاده وحنان، وحبيت احط شنيون عشان انه يتوج يكون مثل تاج على راسها في الاستقبال. دائما الشنيون يعطي رقي، فحبيت ان اقول الستوري مالت الاستقبال حق زبونتي من الاول، من اول ما تشوف اللوجو، من اول ما تدش عندي في المحل تلاحظ الالوان، ان هي انتقلت تفصل عشان لما اسولف لها انه راح يكون ستايلج فيكتوري ولا ثيم، مو انا مسويه ديكور مودرن وقاعده اكلمها عن شيء اخر تماما. كلاسيك. اي بالضبط. فحبيت ان اعيشها الجو، اعيشها ان وين انا التصاميم راح تاخذها. حقبة. وهذا الشيء اللي يميز تصاميمنا. نعم، وهذا الشيء اللي يميز التصاميم لولو، ان مهما كان ستايل الفنتج يظل دائما موضه مثل ما انتم عارفين اكيد. فممكن حتى القطعه مثلا ما تروح موديلها، يعني ممكن تورثها حق احد ثاني تعطيها حقيقتها، او حتى تورثها لبيبيتها، يعني يمكن لان الدانتيل دائما يظل صح. بس سويتي قطع خاصه للاطفال؟ لان انا قاعد اشوف شويه الاطفال لا فيها اشياء مودرن، بس خليتي الستايل الاشياء المودرن هذه براند جاهزين. اوكي، هذه سويتها خدمه لزبايني، لانه وايد لما يجون انا اسوي خدمه تصميم فيكونوا المواعيد ورا بعض، ففي زباين تنتظرني برا وفي مثلا تكون زبونه معي بالمكتب، فبهالوقت الزبونه تدري انها تكون حامل، فحطت لهم مثل سويت لهم مثل سوق صغير، يعني بيبي شوب فيري سمول وان، ان تنقي الاشياء اللي هي تحتاجها، ويعني شغلات بسيطه، يعني براند بسيطه، مو اي انه يعني مو تصميم، حلوه خدمه حق الزباين، حبيت احتياجاتهم من كل النواحي. بالضبط. بس تصميم الملابس الاطفال ايضا موجود. نبي نتكلم عن اختلاف الاذواق. طبعا نعم. التعامل مع المراه الكويتيه نعم. لانها ذويقه نعم، فصعب التعامل معها. انت ستايلك مقتصر على الفيكتوري والكلاسيك نعم. لكن الحين خاصه باختلاف الاعمار والجيل الجديد يمكن حاب المودرن اكثر، شلون تقنعينها؟ يعني اختلاف الاذواق هذا يسبب لك مشكله ولا يو هاف يور واي، عندك طريقه انك او يقلل من عدد الزباين اللي ممكن يجونك؟ هو مثل ما انتم قلتوا، هي فيها وجهه نظر، بس اللي تبي مودرن الاسواق موجوده. اما اللي تبي تصميم وشيء يعني يظل يكمل معي، يعني مثلا القطعه تاخذها ممكن، يعني انت بس تتكلمين انا افكر بتصوير الاستقبال، يعني هذه ذكرى راح تظل العمر كله. بالضبط. والاساسا القطعه نفسها هي مثلا لتسي من 30 سنه راح يظل نفس الدانتيل والتور، راح يظل موضه، عمر التور والدانتيل ما تغير. كل ما وايد اسمعها، ما ادري غاده اذا تشوفين، دائما يقولون بالعروس وبالاستقبالات صحيح. للذكرى والالبومات صحيح. خلكم كلاسيك exactly. علشان بعد 20 سنه ولا 30 سنه ما ادري اذا توافقوني الراي صحيح. ما يصير انها تكون صرعه بهالوقت، وبعدين عشان كذي اخترتي الستايل الفنتج صحيح. بس ليالي ما تيجي مثلا ملاحظات انه يعني معقوله بتسوين حق الكل نفس الشكل؟ لا اكيد طبعا، لا مو يعني مو كل الزباين يكونون يعني يحبون نفس الستايل، وخصوصا ان الستايل الفيكتوري ترى احنا قاعد نتكلم عن حقبه كبيره، يعني هي بدت اتوقع من 1837 ل 1888، فيعني تدرج، يعني في عندك الناعم جدا which is يشابه المودرن، الاشياء اللي حاليا اللي نشوفها في الاسواق تعتبر يعني الدانتيل والتور اللي فيها يعتبر من اللاين الفيكتوري اساسا، بس مسوينه على ستايل مودرن. فهني ذكاء المصمم انه هو شلون يقدر اول شيء يعني انه يقنع الزبون، ثاني شيء انه عمري ما اعطي زبونه قطعه ان هي بس لانها عاجبتها، اذا مو حلوه على جسمها ما اعطيها اياها. ممكن تسوين مودرن؟ يعني خلينا نقول الدانتيل، انا يمكن في اشياء انا شفتها ان الدانتيل كلاسيك معروف ويجيب لون معين صحيح. في لكن قاعد نشوف بعض المصممين يسوون الدانتيل ديجريدي فعطاه تويست مودرن، ممكن تسوين هالشيء؟ اكيد طبعا. وعلى طاري ان المصممين العالميين شلون الحين قاموا يستخدمون الدانتيل، يمكن هالسنه شفنا جوتشي منزل كل ملابسه فيها دانتيل صح بالطريقه صح الفيكتوريه صح. فيعني هذا اللي انا اقصده، انه ممكن انت تدخلين مثلا ستايل المودرن بس ابدا حتى احذيه دولتشي صحيح كلها صحيح، بس انه دائما يعني الدانتيل اذا انت بتحطينه في اي
قطع انت تبينها يعطيك دائما الطابع انه هذا ستايل كلاسيك. اي كلاسيك اكزاكتلي. في عندنا يعني تقدرين تسوينه مثلا لو تيجي زبونه تبي دقردي ولا نفس ما نقول مدرج او امبري من تحت، تقدرين تسوينه؟ اكيد طبعا، اوريدي مسويته ممكن هني مصورينه بالريبورتاج. هذا صار في مودرن شويه، صار مشى مع خلينا نقول هايب 2017. نعم. هي الموضة، أنا أتوقع، أنا قناعاتي، أنا يمكن في وايد مصممين يتأثرون بالمصممين اللي حواليهم أو شنو الموجودة الحين الفاشن، أنا أتبع موضتي أنا، ما يمكن تشوفي هذا مو غرور، بس أنت مصممة أزياء لازم يكون هذا لك موضة غرور. خاصة أنا دايما يمكن يعني أعوذ الله من كلمة أنا أحب شيء اللي أنا أقتنع فيه. حلو. يعني في وايد موضة نزلت وأنا من متابعين تشلولو، أتابع الفاشن اللي أنت تنزلها في أشياء أقتنع وأقول لا ما شاء الله عليك، ما في كلام طبعا. عليك زودي طبعا يعني. لا من تحب بعض يعني. أكيد لولو لولو، أنا اسمي الدلع لولو بعد. لا لولو ما عليك زود والله. We learn from the best. إيه that's حبيبي. Thank you so much. وبعدين سكت فجأة. مستحينا عرفت. نرجع مرة ثانية لموضوع الفترة الزمنية أو الحقبة الزمنية اللي أنت راح تقدمين فيها عروضك لزباينك. يعني الألوان مثل ما شفناها بالريبورتاج كلها على سكري وبيجيات وألوان كذي، لكن مثلا اللي جايها ولد تبي أزرق نفس الستايل يعني اللي متعودين عليه، اللي جايها بنية تبي بينك، هذا موجود عندك؟ أكيد موجود موجود، بس يمكن التصوير لأنه كان يوم الأوبنينج فأنا حبيت أخلي كل شيء أبيض، حبيت أن المكان يكتسب لبس العروس مثل ما يقولون الله. فعلى هالأساس أنه كان الأبيض شوي طاغي باليوم الأوبنينج ويوم التصوير اللي نورتونا في كرو ليالي الكويت حبيب. فعلى هالأساس، بس الألوان أكيد موجودة والألوان دائما مطلوبة. في عندي الجكارات أنه يكون القطعة يكون فيها الورد الفيكتوريا مع بس يكون الدانتيلات وتسوين كل شيء. اكيد تجهيز الموضوع من اي توزيعات في عروس، توزيعات ولاده، توزيعات اكزاكتلي هذه كلها تكون نفس الثيم، يكون نفس الثيم. خطوتك القادمه ليالي، خطوتي القادمه بعد ليالي لاين ان شاء الله. اكيد يعني الحين بعد ما رجعت لمجال التصميم اللي هو شغفي الاول، حابه ارجع مره ثانيه نسوي يمكن حتى مثل ما نقول ايفنتات صغيره للمراه بشكل خاص، ان احنا ندعوها عندنا في اتيلي ليالي لاين. راح نسوي انجلش تي بارتي. اوكي، راح تكون الايفنت عباره عن ان احنا كلنا كبنات راح احط سلال فيها الدانتيل، فيها الخرز، فيها اللولو الله. وكل وحده تنقي شغله انسبريشن ليدي ديانا، سمول كوشن تاخذها معاها. حلو. في نهايه الايفنت. حلو ليدي ديانا، ذكرتنا بحقبه ليدي ديانا. واكيد انتم اول المعزومين حبيبتي، واتمنى تشرفوني. شكرا. ما راح نشوفك على الشاشه؟ لا حاليا راح تشوفوني دائما في المقابلات، الا اذا زعلتوا علي ما تبون تقابلوني. لا كمقدمه اذا برنامج يخص في الديكور او يخص في اللي انا قاعده اسويه اللي هو استقبالات الام والطفل او العروس، بالعكس ليش لا. حياك الله ليالي وشرفتينا ونورتينا، اتمنى لك كل التوفيق يا رب. تسلمون. شكرا لك، شكرا على وجودك معنا اليوم، نورتنا في ليالي الكويت. شكرا. ولولو عندنا خبر حصري وجديد وفريش طازه تو الحين من الموسيقار انور عبد الله، خص ليالي الكويت بهذا الخبر. بس شنو هو؟ انا للحين ما عرفته، راح اعرفه معاك ومع المشاهدين من خلال هذا التقرير. نشوفه ونرجع لكم.